بداية الزامل في بناء وإصلاح السفن كانت حاجة داخلية في الأول. كنا نشغل السفن لعقود أرامكو في نهاية السبعينات، واضطرينا أن يكون عندنا مكان لصيانة السفن. طبعاً الزامل البحرية بدأت في نهاية السبعينات، الشركة هي جزء أو مملوكة بالكامل من مجموعة الزامل. مجموعة الزامل الآن تقريبا من سنتين احتفلنا أو سنة احتفلنا بمئة عام. كانت طبعا المجموعة في ذاك الوقت استثمرت بشكل كبير في قطاع الصناعة وبعدين قطاع الخدمات، كانت هذه الخدمة البحرية جزء من قطاع الصيانة والتشغيل في مجموعة الزامل، وبعدين طبعا تشعبت وتوسعت. كانت طاقتنا الإنتاجية قبل التوسعة تقريبا 5000 طن بالسنة، مع التوسعة أصبحت 10000 طن. وسلمنا من هذاك اليوم إلى اليوم ما يقارب 70 سفينة بنيناها بشكل كامل داخل المملكة. بداية القصة كانت بتشغيل سفن أرامكو. كنا ناخذ سفن من السوق ونشغلها لصالح أرامكو في عمليات المناطق المغمورة، مساندة الحفر والإنتاج والصيانة وإلى ما ذلك. توجهنا في ذاك الوقت للصندوق الصناعي وعرضنا عليهم فكرة توسعة مجمع الإصلاح في الدمام ليكون مجمع متكامل لبناء وإصلاح السفن. والحقيقة كان دور الصندوق في ذاك الوقت يعني محوري، ما هو بس من ناحية التمويل، لكن أيضا في مساندة دراسة الجدوى وتدقيقها والأمور هذه اللي خلت يعني حتى الشركاء ينتبهون لبعض النواحي اللي يمكن ما كانوا منتبهين لها 100%. فكانوا فعلا شريك في النجاح، ما هو بس جهة تمويلية. وبدينا في عام 2015 نتجه للعقود العسكرية ونبدأ نشوفها وكذا مع تسليم هذه العقود. والحمد لله بعدها مثل ما أنتم عارفين جات توجيهات القيادة بتوطين 50% من التصنيع العسكري، وهذا القرار فعلا غير بشكل جذري يعني الفرص المتاحة لنا. كل هذه النجاحات اللي سويناها خاصة في القطاع العسكري بعدين يعني كانت ثمرة رؤية 2030 في البداية لنا. أيضا قبل 3 سنوات تقريبا قبل الكورونا دشنا أول سفينة طاقمها سعودي 100%، من الكابتن إلى الطباخ كلهم سعوديين. هذه كانت أول سفينة يعني في المملكة تكون مطقمة بشكل كامل بطاقم سعودي، الحمد لله. وبرنامجنا ماشي في هذا. لا تستهين بحجم المشروع الصغير. الشركة لما ابتدت بتشغيل سفينة واحدة، اليوم الأسطول أكثر من 75 سفينة في التشغيل.